ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا معشر الجن والإنس
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيذكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أبطل عينا معجبة
نظرت وما بركت. اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت، أو أصابت علما فضيعت، أو أصابت ذكاء فسحقت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت عضوا فأبطلت، أو أصابت جمالا فشوهت، أو أصابت شعرا فأسقطت، أو أصابت عينا فأمرضتها، أو أصابت رحما فعقمت. اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، أو على الاستقامة والالتزام، أو على العافية في الأبدان، أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان، أو على دماثة الخلق وطيب المعشر، أو على حسن الذوق وجمال الملبس. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء. اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء. اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام، أو على جمال الشعر والأعين، أو على السعادة في المال والعمل، أو على الجاه والسلطان، أو على السعادة في البيت ومع الأبناء، أو على السعادة مع الأهل والزوجات. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل أذاها وضررها وشرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا ومشروبا، أو سحرا معقودا ومنفوثا، أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، أو سحرا معقودا من النجاسة، أو سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم، أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، أو سحرا تسبب في سقم الأجسام، أو سحرا تسبب في تبلد العقول، أو سحر الجنون واختلال العقول. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وترفع بها البلاء عنا، وتنزل معها الشفاء، وتشفي بها الأدواء. اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان. اللهم عصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان. اللهم عصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 اللهم اشرح صدورهم وأزل همومهم ويسر أمورهم. اللهم اهد قلوبهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء. اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا. اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد.